قولي لنا بقى، لما اختاروكي كرئيس تحرير واحدة من أهم الجرايد في مصر بقالها فترة، اليوم السابع، كنتي متوقعة ده؟ وإيه الخطوات اللي عملتيها عشان تقدري توصلي للمنصب ده؟ لا انا ما كنتش متوقعه خالص الحقيقه. يمكن انا كده بقى لي 6 شهور. لا يعني كان يعني اتوقع اي حاجه قريبه من المجال شغلي، لكن فكره رئاسه التحرير كانت بالنسبه لي لا غير متوقعه. كانت مفاجاه بالنسبه لي كبيره جدا، لان قعدت شويه عشان استوعب. انا حتى اللي يشوف صوري في اليوم ده وانا في صاله التحرير كنت زي ما اكون هو ايه اللي بيحصل، يعني انا مش مخضوضه يعني. لا ما توقعتش خالص خالص الحقيقه بالمره. بالنسبه لي كان اختيار مفاجئ من المسؤولين في الشركه المتحده، بشكرهم طبعا يعني على الثقه يعني ده في كمان جراه في الاختيار، يعني الحقيقه في جراه في الاختيار طبعا ان هم يقرروا قرار زي ده. فانا بشوف ان كمان ده يعني تحدي كبير بالنسبه لي انا، وده بيخليني طول الوقت ان انا ممتنه لاصحاب القرار اللي خدوا القرار ده، وبحاول طول الوقت ان احنا نشتغل على قدر نكون على قدر المسؤوليه يعني. عارفه يا علا، انا دايما كنت بحس ان القائد الكبير، اي رئيس عمل كبير، اللي بيحاول ان هو يستعين بسيدات او فتيات عندهم فعلا امكانيات ومدفونه، انه يستعين بيهم. يعني كل ما اشوف حد رئيس عمل حواليه مجموعه من السيدات، سواء الرئيس ده ست او راجل، يعني في الحالتين، يعني لما حواليه مجموعه من النساء المتميزات يعني الهيلين في الشغل، وكل واحده فيهم بتحاول تثبت انها الاختيار، ما دام تم ليها الاختيار ده، هو لازم تبقى قده، ولازم تحقق، ولازم تبقى ما فيش في الدنيا حد زيها. انا حقيقه دايما كنت احس كده، انه الكبير لما بيختار سيدات تشتغل كويس في اماكن رئيسيه، انه متطور، هو متطور، هو شايف حاجه انا مش ما كنتش شايفاها، او شايفين حاجه ما كنتش شايفاها. طب بص، انا عايزه اسالها، هي لما كنت رئيسه الفضائيه انا لا يعني احكي اول طلعه كده، اللي هو لما دخلتي كده، اللي هو انا بقيت رئيسه قناه فضائيه، وتقولي ان حضرتك كسرتي الدنيا. لا بصي يا سالي، هو مش نفس الوضع. ليه؟ لان الاذاعه والتلفزيون عاده من ايام وسنين كانوا كل الرؤى. كنت متوقعاها؟ لا مش متوقعاها، لكن اقصد ان الست ليها مكان. يعني دي علا دلوقتي رئيس تحرير اليوم السابع، مثلا ريهام السهلي رئيسة شبكة الجي ام سي، اختيارات تحسي انه ما كانتش اساسا محطوطة للمرأة، فهم اقتحموا هذا العالم. يعني فهمتيني ايه؟ لكن احنا عادي ان الست تبقى رئيسة تلفزيون، رئيسة اذاعة، كتير من ايام الاستاذه صفيه المهندس. أيوة كانت رئيسه الاذاعات. أيوة كلها. فما ما اتخضتش انا، يعني عادي. انت سالتيني عملت ايه؟ انا ما عملتش، انا كنت بشتغل. انا الحقيقه تفكري يعني هم اختاروني لما بعد ما يختاروكي تقولي هو انا اختاروني ليه، فتكتشفي ان انت عملتي حاجات ممكن تبقي مش ما هو انت ممكن تبقي انت يعني انت متشافه اون سبوت في حاجه، بس انت مش بتعملي لي شغلك اللي هو الطبيعي بتشتغلي. انا بشتغل، انا اقدر اقول بشكل واضح جدا انا بشتغل بقلبي قوي. يعني انا ما اعرفش، بعض الناس بتشوف ان ده ممكن يبقى عيب، بس هو الحقيقه انا بعمل الحاجات بقلب قوي، ممكن يبقى بزياده قوي. يعني انا مش من الناس اللي عندها القدره ان هي تفصل بعد ما تروح البيت يبقى الشغل حاجه والبيت حاجه ثانيه. لا الحقيقه انا شغلي في الحياه كله بيبقى شغل، فانا بعملها بقلب جامد وبحب. فانا افتكر ان دول بالنسبه لهم حتى مفتاح التعامل مع الناس، ان احنا بنشتغل بقلب وبحب عشان نبقى نتعامل كفريق عمل واحد، لان هو اصعب حاجه الحقيقه اداره البشر. مش انك تفكري في الشغل او الشغل نفسه. الشغل يعني بنبقى عارفين خطوات الشغل، كلنا شغالين في المطابخ الشغلانه دي كلها وعارفين بنشتغل ازاي، بس ان انت تديري البشر هي انا بشوف ان هي اصعب تحدي واصعب حاجه. طبعا. وخصوصا كمان يكون فريق عمل كبير، احنا بنتكلم في اليوم السابع فوق ال 400 واصلين ل 500، فطبعا فده رقم ضخم جدا. طبعا. في منظومه صحفيه كده. طبعا منظومه صحفيه متكامله، التجربه، وانا جزء اليوم السابع لان انا جزء من التجربه. اول ما اسس خالد صلاح، لازم اقول طبعا التاسيس كان الزميل خالد صلاح، فاول ما خالد اسس التجربه انا من الناس اللي كانوا بيبنوا مع خالد. فانت موجوده جوه التجربه اوريدي وعارفه الناس كلها، بعارفه تفاصيل، فانت عايشه معاهم. انا من كمان من الناس من مش عايز، انا ما بحبش اقول كلمه من القيادات، انا ما بقدرش ان انا ابقى قاعده في مكتب وقافله، انا طول الوقت لازم اكون في صاله التحرير. انا بالنسبه لي صاله التحرير هي ده، ما هو ده السر، هو ده السر يا علا، هو ده الاساس اللي هو النجاح العمل، ان انا في وسط الناس طول الوقت معاهم، حتى لو قاعده ساكنه يعني جاي واخده جهازي على رجلي وقاعده بعمل اي حاجه، بس انا في وسطهم. بتكلم مع ده، بشوف هنا ده بنعمل ايه، بنشتغل ايه، احيانا نفكر واحنا قاعدين في افكار مختلفه، طب احنا داخلين رمضان عندنا ايه، فكلنا ده انا بحس ان الحاله دي من الحيويه هي اهم حاجه.